هذه المواجهة لم نشاهد فيها الكثير باستثناء ما يلي. الفرصة الأولى لاتحاد العاصمة، مخالفة منفذة كما ينبغي من بن موسى، والحارس العلمي محساس في المكان المناسب. الرد كان سريعا من الخط الأمامي للمولودية الذي أسال العرق البارد لرفقاء زيماموش، لكن بدون نتيجة. ونهاية المرحلة الأولى بالتعادل السلبي 0-0. الشوط الثاني، الآلة العلمية تتحرك بقوة، وعمل كبير من الخط الأمامي مكن الزغيدي في الدقيقة 10 من الوصول إلى شباك الحارس زيماموش. هدف حرر الرفقاء والأنصار معا. المولودية العلمية تواصل السيطرة، هجمة مرتدة بقيادة همامي وشنيحي، وبالخيثر يهدر فرصة من ذهب إضافة الهدف الثاني. فرصة أخرى للمولودية، بوزامة من بعيد قذيفة، والحارس زيماموش بصعوبة كبيرة ينقذ الموقف. الدقائق الأخيرة من هذه المواجهة عرفت استفاقة للفريق الزاير الذي تمكن من تهديد مرمى الحارس العلمي محساس، خاصة عن طريق سوغار وفهم بوعزة، لكن بدون نتيجة. وفوز ثمين وثمين جدا لمولودية العلمة. إنه أول انتصار للفريق المحلي داخل الديار، وأول انهزام للاتحاد خارج القواعد.